بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. النوع العاشر جوري ديم لجوركاني علوم حديث المنقطع أو حديثي كالسندكي منقطع بيت واتا انقطاع بشرانيكي ظاهري ثابت. الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. هاتشيك منقطع بانقطاعك هرجور انقطاعك بيت وتا انقطاعي ظاهر بيت خفي بيت بهوي هاتشيك هو بيت إرسالي خفي بيت حجر انقطاعك للسندة هبت بلاي فقهاء وبلاي خطيب ولاي ابن عبد البر وهندي كتريش لمحدثين منقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي رمزور بي بكارهناني منقطع بوشيا بو أوي أجر لا أثناء السند بو يعني لأخوات تابعين أبو أجنا لسرو تابعين وبيت أو كاتابتها مرسل با منقطع إيش مرسل بلان في ناوتر منقطع في ناوتر مرسل. وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي أو متنك أخنمو كمالك عن عمر عن ابن عمر وقيل هو مختل منه رجل قبل التابعي محذوفا كان أو مبهما كرجل. تعريف السيمش أويا كوتراوة مختل أي سقط منه رجل قبل التابعي كسيقلا كسكاني سندك بيش تابعين ساقط به جاءت السقوطك محذوفا كان نبي سقوطك ظاهر به أو مبهما ينببي بلان كسيشي مبهم به كرجل كرجل. وقيل هو ما روي عن تابعي أو من دونه قولا له أو فعلا وهذا غريب ضعيف. ما تعريفك تلي شيب منقطع وتيانا هاد شيك لتابعين والروايات كلا يعني قولي تابعين بيت ين دون التابعي بيت قولا له أو فعلا مثلا قولي تابعي يعني قولي كسيك دون التابعي يعني فعلي ما بس مقطوعة بي أو تريتشي منقطع وهذا غريب يعني هذا القول قول غريب ضعيف كوي أستنبو منقطع. شن تعريفك معنى تعريفي هي كم ما لم يتصل إسناده على أي وجه. دوم تعريفه ويا أكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي أكري أما هل نو تعريفي كم جداب مري بلام جوازي حقيقة لا خواري تابعين وبكار إني كابو أما انقطاعك بلام شيء أروكو يكم بلام تخصص با دون التابعي كمالك عن ابن عمر تعريفي دوم ينسيم هو ما اختل منه رجل يعني سقط منه رجل قبل التابعي فيش تابعي كسيكليب كبير بوتيوتي فيش تابعي شون كاقة تابعي كوت وصحابيش كوت أو كاتا أبيتا شي أبيتا معضل محذوفا كان أو مبهما برام لواني التابعين كوي صحابين كوي مثلا تابعي تابعي يروي عن الصحابي عن رسول الله ناكره أكره
بويا تقييدي قبل التابعي بوتري قبل الصحابي باشترا يعني وكل شو حكي سيوطي خوي راسي كده دوا هو مختل منه رجل قبل التابعي بلي قبل الصحابي جاءت محذوفا كان هر نبي سقوطك سقوطك الظاهر به يان كسيك ببي بلان مبهم به تعريف السيم يان شوارم اويك عندك لعلماء بمقطوع وتيانا منقطع يعني انقطع ولم يصل إلى الصحابي ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثك نقشت الصحابي ثابت الموقوف ونقشت في غنبري خاص الله سلم ثابت مرفوع يعني وقف على التابعي أو دون التابعي بمس شوار تعريفة تعريف منقطعي كده النوع العاشر المنقطع الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه سواء كان الساقط منه الصحابي أو غيره فهو والمرسل واحد فهو والمرسل واحد تقيدي ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه تقيدي كده سقوط صحابيا غير صحابي بلان عبارة عام ترى على أي وجه حد جور انقطاعك به أتواني في وثري منقطع ظاهر بيان خفي به صحابي بيان غير صحابي به كابو منقطع مرسل لكك لبروا همي منقطع ولكن أكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر وقيل هو مختل أي سقط منه رجل قبل التابعي هكذا عبر ابن الصلاح تبع عن الحاكم والصواب قبل الصحابي تنك قبل يكسك قبل التابعي قبل التابعي أي أقى تابعية كود بوان من التابعي تابعية رواياتي كلها صحابية وشو ما يعني شيء بويا من نقصانه فعلا قولك السيوطي قولك الدقيقة محذوفا كان الرجل أو مبهما كرجل بوان لسندك يا الله عن رجل هذا بناء على ما تقدم أن فلانا عن رجل يسمى منقطعا منقطع يعني سكسك بوان منا الله حدثني رجل من بني فلان أن رجلا قال لي باشا من منقطع ظاهر الانقطاع ظاهرني شو كسيك هيا بس بمنقطع حسابك لي أن يابون من ناوي كسيك هيا مجهولة هاي بمنقطع مجهول بمنقطع حسابك لي سنديك مجهول يتابع وثمان هي العلماء بالله بمنقطع حسابي أكاد بلام غير راسي بأمام منقطع نية ظاهره الانقطاع كهم كسيك بزانت أن فلان عن رجل يسمى منقطع وتقدم أن الأكثرين على خلافه زوربي علماء بمنقطع حسابي ناكن ثم إن هذا القول هو المشهور بشرط أن يكون الساقط واحدا فقط أجر يكس انقطاعي هبو أو اثنين لا على التوالي مثلا ليلة يكسك ساقطة دوايكس هي دوكس هي مثلا دوايكس تر ساقطة يعني أجد لزيادة لكس يبين نبي بيكو بون شونك أجد بيكو ساقط بون أو كاتبية بمعضل أو على التوالي لا عفوا لا على التوالي كما جزم به العراقي وشيخ الإسلام كابو منقطع ومعضل هل انقطاع بلا مش شان على التوالي مش شان لا على التوالي وقيل هو ما روي عن تابعين أويك الروايات دك للتابعين يان تابعي تابعين يان دواء هركسيك قولي هركسيك بس أنا برواياتي كي يان فعلي أو بي أو تريم منقطع لجاتي وبي بوث المقطوع عندك العلماء نائع المنقطع وهذا غريب يعني قول غريب ضعيف يعني لا يؤخذ به والمعروف أن ذلك مقطوع يعني قول تابعيا دون التابعي في ذلك مقطوع لا منقطع فتايبت منقطع ما دام اصطلاحك ذمي زورتيا يا تنك المتبادل إلى الذهن شيء الذهن يكسر أجيبه أو يكسر ندك قطعة بويا بكار نيد باش تربو من مقطوع ك
كما تقدم. ثم إن الانقطاع قد يكون ظاهرا وقد يخفى فلا يدركه إلا أهل المعرفة، وقد يعرف انقطاع جاري وهي همك سيغزاني سندك دوز إخوانيتي وزاني، أما منقطعة بتعبد أجل تاريخ وفياته مواليد بزاني، وقد يخفى فلا يدركه إلا أهل المعرفة جاري وشي نازاني إلا كسي كزور شارزاء ذاني انقطاعه، وقد يعرف بمجيئه من وجه آخر بزيادة رجل أو أكثر جاري وهي بس سندك تلوى عدوزيته وكانقطاعه، سندك تلوى بيني زيادي رجل تيايا كسي كتير تيايا الرابي كتيايا أزاين ديالا أم سندة منقطعة برام هميشي شوانية چونك لوانية أو چي بيت ها مزيد في متصل أسانيد كسي كتير چونك بام طريقش هاتو بام طريقش هاتو برام بهر حال أو إشارتك دليلك باشا بو أو كبزاني انقطاع هي يعني باشا نفرمت فائدة الأحاديث المنقطعة في صحيح مسلم شون لو درتكي دويني وثمان لا صحيح مسلمنا هني حديثي مرسل هاتوا باس ما كد هندك حديثي منقطعش لا صحيح مسلم هاتوا ليرا سينظى حديثي لو حديثانا هي ناوى باسيان أكاد لمسلمة سينظى حديثي هي ناوى كمنقطعة باسيان أكاد الأحاديث المنقطعة في صحيح مسلم منقطع شواردة أو أنا معلق به بلان معلق كان هم يحل كلاب ونيقداني معلق به بلان أمانا منقطع. ذكر الرشيد العطار أن في صحيح مسلم بضعة عشر حديثا في إسنادها انقطاع، يعني سينظى حديثي لره ناوك الله رشيد العطار باسي كدوى كمسلم داهن والسند كان شيء منقطع، وأجيب عنها عليكم السلام ورحمة الله بخير بلا بتبين اتصالها جوابي أمس أنظى حديثيان أو حديثانيك لمسلم داهات بيت ومنقطع بن جوابك أن أويك يعني اتصالي سنديا بو كلاوة، يعني أو ضعفيك هيا لسند كان دا رون كلاوته، إما من وجه آخر عنده أو من ذلك الوجه عند غيره، ين لطريقي كتلاوة هاتوا هل لا مسلم يعني لطريق هل لو طريقه لله غير مسلم هاتوا يعني لمسلم ده أخوي هناوتي منقطع أو متصل لك شيء هناوة يعني لله غير مسلم أو حديثة هاتوا أو حديثة هاتوا أو من ذلك الوجه عنده لو طريقه بلا لله كسيتر هاتوا، وهي يكم حديث حميد الطويل حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، الحديث حديث إمام مسلم حديث حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة على صوابه حميد عن بكر المزني عن بكر المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة يعني كما أخرجه الخمسة وأحمد وابن أبي شيبة في مسنديهما. تما شايستا للاي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأنا هاتوا وللا أحمد بن أبي شيبة هاتوا لا مسندي أحمد مسندي بن أبي شيبة طالما على حاشيك محقق الله لمصنفكي هاتوا لمسندكي من نبي نوا بهر حال حديثك لمسلم دا بوشيوه هاتوا
عن أبي رافع أبي هريرة برام لا غيري أو لا أبي رافع ونهاته. نعم لا يا خمان شلون؟ قبل في واحد يرجع بخاري شتاب إيمي كلتوه روايات كلهم حدث إذا شبو محققني كلوه رواية ما دام كالله أخرجه الخمسة ما دام الله أخرجه الخمسة أبو به هنا يا. حديثي شنا بخاري بخاري سيدي كم سنة بهر حال استعمل جوابي جوابي هند جوابي أهل علم جابي أهل علم ألين لا كالب للمسلم جدان نهاتوا بلام لغير مسلم هاتوا بلى بلام إسا أجتمع شابكين حديث حميد الطويل عن أبي رافع لزور بين نسخ كان مسلمة بوشي وهاتوا بلام لا هندق لنسخين مسلمة لا هندق لنسخ كان مسلمة هاتوا عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله يعني المزني عن أبي رافع كما نبه عليه الحافظ في النكت الظراف كابوتشيا اسمه السقطة لهندق لنسخ كان مسلمة هاتوا بنسوا في بعض نسخ صحيح مسلم وفي بعض نسخ صحيح مسلم عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع كما نبه عليه الحافظ في النكت الظراف بله كابو إسمتشي وهذا إما سقط من الإمام مسلم وهذا إما سقط من الإمام مسلم أو من النساخ راجع البحر المحيط الاثيوبي اليوم مناقشه زوره كان ناوي نسخين كان اهانيت لا كان نسخيا هاتوا وابن حجر نقلي كدوا كاوي سم حديثا لا مسلمش كشيني شنك هندق لبع نسخه كان مسلمه انقطاعك حل كراوه هر خوي له هندق نسخه كان مسلمه حل كراوه اجر او نسخش نبي او كاتن لا غير مسلم لا البخاري ولا انا كابو حديثك هرشن لمسلمه منقطع بيت هاتشن لمسلم منقطع به بس حديثك اخوي يعني سندك سندك منقطع نية سندك منقطع نية وحنات فاني بلي او حديثة بو طريقة شي ضعيفة بو طريقة شي ضعيفة هاتشن اللي مسلم انقطاعي شي هيا اما اقر خوي نية نابه اسا اما اللي مسلم نهاتو ام انقطاعك هاتوا اللي مسلم نهاتو اللي غير مسلم هاتوا وكو الله او من ذلك الوجه يعني من الطريق عند غيره أما حديثيك
وحديث السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر عن عمر في العطاء عن عمر في العطاء. هل صوابه السائب عن حويطب ابن عبد العزة كذا ذكره الحفاظ، يعني سائب كري يزيد لعبد الله كري السعدي وروايته نكدوا، بلك السائب لحويطب وروايته كدوا، حويطب ابن عبد العزة. قال النسائي لم يسمعه السائب من ابن السعدي لعبد الله بن السعدي، إنما رواه عن حويطب عنه كما أخرجه البخاري والنسائي. أبو يسمى انقطاع كتلا لسندكي مسلم دهات وسائب لحويطب نقل كذوة. بلام أجبت ينوبو صحيح مسلم أبيني إمامي مسلم أم حديثة أم سندي سائب كر يزيدي هناوة أم طريقة أن والجواب عن هذا أن الإمام مسلم أورده في المتابعات، يعني أم سندي للمتابعات ده هناوة أورده في المتابعات. ليك تريش يعني حويطب حويطب، ثم أن حويطبا صحابي، حويطب صحابية، والسائب وعبد الله بن السعدي أيضا، يعني هرسي كان صحابي لم سنده سائب كر يزيد حويطب عبد الله بن السعديش باش قينا اجل صحابي لو بينا سقوط ببيع زرري هي زرري نية هرشن هنايتي بمتابعاتي شنايتي صحابيش ساقطة هنايتي خو لنزاني ني هناوة قلين سندي شناو ني زانيو نا خوي لبر زانيني خوي لمتابعاتي هنايتي بلام لبر اوي هر هيا ام سندة لبر فائدة كابو. ثم أن حويطبا صحابي والسائب وعبد الله بن السعدي أيضا فسقوطهم لا يضر. يعني حيث سكيله ونبيسه أبدو أي مناقشين نسائب هم لين شون أزاي نبيسه يسا مناقشي شكل باهم كين فسقوطهم لا يضر لا سيما في حالة رواية هذا الحديث عند غيره مذكورا فيها الساقط. فسقوطهم لا يضر يما أسأل ليلة باشا نية خلا شو يترى هيا كواي ما بزين ساقطك كيا كيشك ما حلا بيس اقنا زين ساقطك كيا مشكلة بس ما زين ساقطك كيا حويطبة لغيري لغيري مسلمة هاتوا لبخاري ولا نسائي شهاتوا حافظ لفتح على شيء الله ومقتضاه أن يكون سقوط حويطب من رواية مسلم وهما منه أو من شيخه. أما أجر قصي حاكم الجين كابلين أما السقوط كاو ضرري هياو وهما لمسلم يعني لا يشك لشيخ كان مسلم هو. طبعا لي السؤال الذي في الشو هل روايته عن حويطب عن ابن السعدي تدل على أنه لم يسمعه من ابن السعدي، يعني كاتك أبينين سائب كر يزيد رواياتي كدوة عند البخاري وعند النسائي عن حويطب ليلة شو رواياتي كدوة عن عبد الله بن السعدي لشو يدان لما درك كوا
لي نبيستوا يعني بمجرد الرواية ناتوانين كالنسائي التي لم يسمعه السائب بن ابي السعد إنما رواه عن حويطب عنه كما أخرجه البخاري والنسائي. أبي إيه ما دليلك من في بك كفعلا لي نبيستوا لا تدل إلا أن نعلم تصريحا بأنه لم يسمعه منه أو لم يسمع منه شيئا أو لم يسمع منه شيئا. أقرأ بقرأ نوبه تهذيب الكمال بقرأ نوبه تهذيب الكمال بزانين هيتشي لا روايتنا كدول لا 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 عبد الله الكوري السعديوة بشي توبو عبد الله بو تهذيب الكمال أبيني سائب كوري يزيد تلميذي عبد الله السعديوة كابو الثاني منتفع بلا ما بدليلك ما في بيه لم يسمعه يعني علمك يقيني من هبيت أم حديثه فعلا نبي استلاوه يعني سائب كوري يزيد لعبد الله أم حديثه بتهبد نبي استلاوه لا عبارك النسائية واديارة لبروي بخاري ونسائي هنايانا ببي يعني بهوكاري حيطبوا أما بلقي نسائية كوان ني نبيستوا أجر أما بلقي بيت بلقنية بلام أجر خوي بلي أم حديثا نبيستوا إمامي مطلع مثلا لسال حالك دركوي بوي فعلا أم حديثي لي والنبيستوا أو كاتتشيا أو كاتا أم حديث فعلا وهما لإمام مسلم يعني وهما للشيخ للشيخ كاني إمامي مسلم واضحة واضحة يعني برسالك من ليلة أوية هل روايته عن حويطب عن ابن السعدي وكلاي بخاري ولاي نسائي أوية تدل على أنه لم يسمعه من ابن السعدي؟ طبعا لا تدل إلا أن نعلم تصريحا بأنه لم يسمعه يعني هذا الحديث منه أو لم يسمع منه شيئا دو احتمال يعني هيك للنبي سوى يعني أم حديثي للنبي سوى دوميا منتفايا والثاني منتفى بو لأن الحافظ المزي في تهذيب الكمال ذكر من شيوخه عبد الله بن السعدي وحويطب يعني هادو كان شيخي هادو حويطب شيخي سائبة وعبد الله السعدي شيخي دي بس احتمالية كما من يتوا فبقي الاحتمال الأول كأم حديثة بعينه نيبس به أما إيش بيبس به شيء هي تصريح تصريحي خوي خوي بالله من أم حديثة من نبيس هو يعني كسر شيء قريب لخوي بونمنا إمامك مطلع ينص على هذا بالله أم حديثة نبيس له إيسا النسائي الله لم يسمعه فلم يما دليل لنسائيتها إنما رواه عن حويطب عنه كما أخرجه البخاري لا لحديثك زرنا هذا شونك يا ما أزاني أم ساقطة كفلانة للطريق تلاهات وسندك هيج حديثك هيج زرري كنا بيناقة باشا بلام هر أو تو بسألك أقول أجر كسي تريج روايتي نكذا كسي تريج روايتي نكذا تنها أم صحابية بونمنا سقوط الصحابة هي زرري شيء أو كاتب بسألك أمي بخير بلام كسقوط الصحابي هي زرره نية بلان أما وهم يعني وهم نية حافظ الله وهم وهم يكلا إمام مسلم حديث السيم وحديث يحيى ابن يعلى ابن الحارث المحاربي عن غيلانة عن علقمة في قصة ماعز حديث يحيى كري يعلى ابن الحارث المحاربي عن غيلان عن علقمة في قصة ماعز رجمي ماعز ماعز كري مالك هذا بلاي في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم داوي كدك حدي لبدات لبدوي زيناي كدوا
معروفة قصتها. استا يحيى بن يعلى، عليه صوابه يحيى بن يعلى عن أبيه يعني حارث عن غيلانة. الإمام مسلم عليه يحيى بن يعلى بن الحارث، يحيى بن يعلى بن الحارث عن أبيه يعلى كأنك الحارث، يحيى بن يعلى بن الحارث المحارب عن غيلان. لا يغير إمام مسلم شون هاتوا يحيى بن يعلى عن أبيه وتلا يعلى عن غيلان كذا، أخرجه النسائي وأبو داود. أسأل ليش همانك حديثي يكم أقبتش نواب نسخي لنسخكاني إمامي مسلم وكو قاضي عياض ألي، والصواب أنه وقع في نسخة الدمشقي عن يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلانة، يعني نسخة لنسخة كان إمامي مسلم حربوشي وهاتو كإمامي نسائي إمامي أبو داود هنا بتي. يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان، والصواب أنه وقع في نسخة الدمشقي عن يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان. ها او نسخه ايه ثانيه؟ نعم يحيى بن يعلى. وليست في نسخه في النسخ وهي متعينه واستدركناها من الغرر، يعني ابي يحيى بيت غلطة بن يحيى بن يعلى والله متعين يعني واجب أبي يحيى بيت، يعني صوابه يحيى بن يعلى عن أبيه. ها نصيدي مشكي يعني هنا هو اي باشا هي يحيى شاتيا اتوقع ابو اويكل انت تدبر رايك هي يحيى يجيب زيادتك. شيء كثير يجي لا إمامي مسلم أم حديثا لوجه كثير شهاتوا، يعني لم وجه هاتوا ولم لطريق كثير شهاتوا ضم طريقة أو تلا النسائي أبو داود هاتوا لا يخويش إلى نسخة كهاتوا كنسخة دمشقية طريق كثير يجي هي هر للمسلمة كأبو ناكر بلين أما ضعيفة لمسلم. وحديث عبد الكريم بن الحارث عن المستورد ابن شداد مرفوعا تقوم الساعة والروم أكثر الناس، والروم أكثر الناس. قال الرشيد العطار يعني عبد الكريم لم يدرك المستورد ولا أدركه أبوه الحارث، يعني نخوي بنيوتين حارث باوكشي مستوردين بني، وكما قال الدارقطني قال وإنما أورده هكذا في الشواهد للشواهد وهنابتي، وإلا فقد وصله من وجه آخر عن الليث عن موسى بن علي عن موسى بن علي هاي كدوا عن أبيه عن المستورد. كابو إمام مسلم طريقي كتري هناوة بلام أم طريقي عبد الكريم بن الحارث عن المستورد كانقطاعي تيايا بو الشواهد هنابتي بو متابعات الشواهد وتعين سيدنا سيحتمل في المتابعة ما لا يحتمل في الأصول، يعني بو متابعة الشواهد أقل سنة ضعيف جبيت أتواني بيه هني بلام لا أصولنا.
لم مسألة يعني يحتمل في المتابعة ما لا يحتمل في الأصول. إمام النووي لشرح صحيح مسلم أرشي أن الحديث المرسل كفائدك أن الحديث المرسل إذا روي من جهة أخرى متصلا احتج به. أن الحديث المرسل حديثك مرسلة منقطعة إذا روي من جهة أخرى متصلا طريق كثيرية متصلة احتج به وكان صحيحا. با منقطع إشبه با مرسل إشبه أبي بشيل أبي بصحيح يعني ورأي جيدة شنك طريق كثيرية. وتبينا برواية الاتصال وتبينا برواية الاتصال صحة رواية الإرسال يعني بمتصلك وأزاني مرسلك هر شيء هر هي هر صحيح ويكونان صحيحين بحيث هل أون ده يعني ويكونان صحيحين بحيث روي فيهما صحيح جاء من طريق واحد وتعذر الجمع قدمناه ما عليه برك سريع أراد يعني أون ده كاتك دو طريقة هي طريقك متصلة صحيحة إيش مشكلة لكن طريقك مرسلة أما دلي أخذك أم طريقة مرسلة إشتيا أبيها بصحيح لبرشي لبر أو طريقة متصلة كهيا أما إلا مرسلة لم مرسلة بلام أقل لم منقطعة أو كاتا منقطعة كنابتة شي نابتة متصل بلام كسي لو عني فرسيها كفرق مرسل منقطعة شيا كيف مرسلك أبيبا صحيح لبطريقك صحيح بس منقطعك نابتة شي نابتة صحيح فرق كي أويا مرسل يعني انقطاعك ظاهر نية وكو كسك حديثك سندك منقطع به لو أني هو كارك له كاركان بيدو كتون لو يحسن باس ما كد عن علي يعني حديثك إرسال كدو اتصالنا كدو يا إيصالنا كدو بلام أقر راويك معاصري راويك شيخك نكذب وحديثك اللي بقرتوا ممكن يلي ورواياتك بلام هادو شهر منقطعة هادو شهر منقطعة بهر حال تقوي حديثي دوميشك متصلك تقويك برزبيت وحديثة إما بو حسن إما بو شيء إما بو صحيح يعني علماء أوها ألين يعني دوم أكات الصحيح بلام حقيقة فيه نظر حديثك منقطع بيت نبي بشي نبي بصحيح يعني السيما منقطع ومن هي لمسلمة أقبل إن أم انقطاع لبروي وجهي كتريه وجهي متصلة أم منقطعة أبيب الصحيح نابد سندك نابب الصحيح طريقك نابب الصحيح بلان بال بشتيك بيكوا قبولي في أدي وري أجري بس لا يزال هر انتقاد لثل سندك أميني أنه هذا مين لسري ناتواني والله متصلة وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي عمرو بن حفص في الطلاق بين جم حديث عبيد الله كري عبد الله كري عتبة عن أبي عمرو بن حفص في الطلاق قال في سماع عبيد الله من أبي عمرو يعني أبي عمرو بن حفص نظر آلي بستويانا فيه نظر وقد وصله من جهة أخرى عن الشعبي وأبي سلمة عن فاطمة يعني بنتي قيس فاطمة بنتي قيس يعني أبو عمرو بن حفص فاطمي بنت قيس طلاق دا وطلقها البتة
يعني كلها قطعا طلقها قطعا وهو غائب يعني خويشي لبي نبو طلاقي داو وربروج نبو يعني اما ام حديثك كمال لمسلم هاتو كمال فوائد زور قوريت يا ايش لو انا طلاق الغائب هل يقع ام لا بهند الفقهاء قال طلاقي افرد ابي ربروبه في والله او طلاق دا اما كسد غائبا طلاقي بدا خوي لبي نبي قال لا يقع والله مو صحيحين طلاقي غائبش تواوا بكسي بلي بلي او من خزانك يخم طلاق دا بيجينا فيه تمام طلاقي اكوي او لمسلم زور ام حديثة دروس يعني احكام فقه زويتها طلقها البتة وهو غائب فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له أنجا كاتك وكيلكين نارد بولاي فاطمة كطلاق داوى وهندك نفقش بونادو أويش نارازيبو لو كطلاق داوى وأو نفقيبو هاتوى فقال والله ما لك علينا ما لك علينا من شيء فجاءت ما لك شيء علينا من شيء فجاءت رسول الله أبي شوف شكاتك هذا بلاتي غنبري خاص صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك شيء عليه نفقته فأمرها أن تعتد في بيت أمي شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي أن ينزلون اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى حديثك زود رجع المهم أو حديثة طلاق فاطمة عليه وفي سماع عبيد الله من أبي عمرو نظر وقد وصله من جهة أخرى أبيني لا لمسلم دا طريقي هاتوا عليه لسماع دا نظرها طلام لطريق كتلة وهي ناوتي همان حديث بويا حديثك صحيحة باع طريقش فيه نظر وحديث منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الذي يعني في الرجل الذي وقصته يعني قتلته ناقته ويك يعني مشتركي بابي تشوسري مليش كان قال الدارقطني إنما سمعه منصور كري المعتمر من الحكم ابن عتيبة عن سعيد وابن جبير كما أخرجه البخاري وهو أبو داود والنسائي وهو الصواب بلام إمام مسلم ووصله مسلم من طريق جعفر بن أبي وحشية وعامر بن دينار عن سعيد بطريق كتلة وهي نابتي يعني طريقك هنا صحيح طريقك هنا منقطع يعني ما يعولهم يعني كسيدي الله حديثي صحيح لبخاري لمسلم داهية ضعيف لضعيف لمسلم داهية الله إن نية هيج حديثك نية على وجه الاستقلال لمسلم بيت بلام طريق لما انا هنا مسلم خوي هنا بيتي خوي اذانيه ما ضعيفه شو كان لشي هنا بيتي لمتابعات هنا بيتي يا طريقك هنا ولو حديثه طريقي كثير شنو طريقي كثير شنو انزل لمقدمه صحيح مسلم خوي اماجاك اشاراك يعني كسي واهيا يعني حديثي واهيا اعلاك هنا باشن كساني كثير ك عندك ضعف ينتهي او انا هنا بمتابعات وشواهد ووصله مسلم من طريق جعفر بن أبي وحشية وعمر بن دينار عن سعيد حتى حديث تراب بن منى تراب خلقي تراب كعلى الموضوع لمسلم تاك حديثك على الموضوع موضوعني يعني وعلماء توجيهية كان كتابك ما تنهى هاي اللاية يعني يكتب الأسر أو حديثا نسرى وإثباتي أكاك أو حديثش موضوعني و حديث مكحول عن شرحبيل بن السمط بكسر من مكة عن سلمان رباط يوم
فبس حديث رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. إيش قدنو حرسيات قدني شو روجك باشتر لروجو قدنو قيام وشو نيش قدني مانجي. الله في سماع مكحول منه نظر، يعني مكحول لا لشرح بيلي بسبت نظر، فإنه معدود في الصحابة المتقدمين الوفاة، يعني شرحبيل لصالي تشل مردوة، لصالي تشل مردوة بلان مكحول لصدو دوانزا يانزا، يعني لدواء صدو دوانا مردوة. بويا في سماع مكحول منه نظر، فإنه معدود في الصحابة المتقدمين الوفاة. والأصح أن مكحولا إنما سمع أنسا وأبا مرة وواثلة وأم الدرداء. بلان إمامي مسلم هل أم حديثي، هل أم حديثي لا طريقي كتير وهي ناوى، إلا أن مسلما أخرجه عن أبي شريح المعافري، إلا أن مسلما أخرجه عن أبي شريح المعافري. عن عبد الكريم بن الحارث. عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة ابن عقبة. عن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع. عن شرحبيل. به يعني طريقي كتير وين ما يمسم حديثك هنا. هرشن أجر سندكي مكحول يعني انقطاعي في تاو فيه نظر. وهروها حديثي هشتم حديث أيوب. عن عائشة. إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا، يعني خي تعالى مني ناردوك كتبليغكم بلا مني ناردوك كسيك متشددا حرب زوري زور داري شد بخلقكم. متعنت يعني مشددا على الناس وملزما إياهم ما يصعب عليهم. لسر مدينة كبغيانا بلا متر خلقي خوان شيئا كان خوان آزادا، تشديد لدين بكارناين وإلزامات بكارنايني أو كوالا سريان قرسونا راحتينك. قال فإن أيوب لم يدرك عائشة. إس أم حديثة، أم حديثة بشان شوازك هاتو لمسلمة ليك يقل طريقة كان أم حديثة ليك يقل طريقة كان يا رواية أيوب عن عائشة أيوب السختياني. بوي الله فإن أيوب لم يدرك عائشة إلا أنه أورده أورد ذلك زيادة في آخر حديث مسند ولم ير اختصارها. يعني ما يمسم هل بروي اختصاري حديث ناكا، يعني حديث كانت لي هنا وطريقا لكوتاي حديث يقل حديث كان رواي أيوب عن عائشة هيني وكرتي ناكا توا. مع العلم أيوب عن عائشة معلومة كوا منقطعة باش بلام خو حديثك لا شن لفظي كتير لا يدل شن طريقي كتير وهاتوا. وله عادة بذلك في حد في عدة أحاديث وهي متصلة في حديث التخير. يعني أم حديثة متصلة وهي عفوا هذه الزيادة هذا الحديث وهي يعني هذه الزيادة سيد بن نسر وهي أي هذه الزيادة هل أم زيادة شكل روايتك هنا هاتوا لروايتك أيوب هاتوا، يعني لفظي إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني للاي جابر هاتوا رواية أبي الزبير عن جابر هاتوا وهي متصلة في حديث التخيير من رواية أبي الزبير عن جابر. كهو يسأمي أيوب زياديك لحديث عائشة هرشن أيوب روايتك زياديك لابسر باقي الرواة
طالما هل أم زيادة لرواية أبي الزبير عن جابر هاتو بقى أم سندش منقطع بيت لو زيادة كهاتو تأير باش موفق بارك الله فيكم وصلى الله على محمد درسي دوم